عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني اجتماعا موسعا لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر. وشدد وزير الإسكان على الالتزام الصارم بالإجراءات القياسية لتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب بمختلف مراحلها، بدءا من المآخذ مرورا بمراحل تنقية المياه بالمحطات ومحطات الرفع وانتهاء بشبكات توزيع المياه، مؤكدا الالتزام بالمعايير الدولية لجودة المياه المنتجة والفحص الدوري لعينات المياه من المآخذ والمحطات والشبكات بمعامل محطات وشركات المياه.